في ذات السياق وفي إطار العمل الرقابي المشترك بين مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية برج بوعريريج خلال شهر رمضان المعظم، تتواصل الجهود المبذولة من أجل مراقبة الأنشطة التجارية ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة وأمن المستهلك من خلال تشديد وتكثيف الرقابة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وسريعة التلف. مريم يحياوي وبعلام يعيش. هنا التاجر يقوم بالبيع المشروط، يشرط على المشتري أنه يدي زوج أكياس تحليب مدعم كي يستعبقها، وهذا مخالف للقانون. هذا اللحم مفروم من الدجاج ممنوع تلا فيها مباشرة هنا، واستدعى التاجر إلى مصالحنا أخذ الإجراءات اللازمة. في إطار العمل الرقابي المشترك المسطر بين مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية برج بوعريريج خلال شهر رمضان المعظم وبمشاركة مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، تتواصل الجهود المبذولة من أجل مراقبة الأنشطة التجارية ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك من خلال تشديد وتكثيف الرقابة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وسريعة التلف خلال شهر رمضان، وهذا بمراقبة المحلات والفضاءات التجارية أين تم معاينة بعض المخالفات في هذا الشأن. طبعا في إطار الخراجات الميدانية التي تقوم بها أعوان مصالح المصالح الخارجية للتجارة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والأمن، قمنا بخرجة ميدانية وذلك للوقوف على مدى تموين المواد داخل السوق وكذلك معاينة بعض المخالفات حسب القوانين المعمول بها، وكذلك للوقوف ومن أجل كذلك الوقوف على مدى التزام التجار بمتابعة سلسلة التوزيع وحفظ المواد الغذائية.